جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها المستمع محمد السعيد محمد مصري، رسالته مطولة لكن ملخصها السؤال عن الطريقة الصحيحة لبيع الذهب، ولا سيما إذا باع ذهبا بالنقود الحالية الورق، ثم يسأل هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط أم لا بد من التقابض؟ جزاكم الله خيرا. إذا باع الذهب بذهب مثله، إذا باع الذهب بذهب فلا بد من أمرين: التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. أما إذا باع الذهب بغير الذهب من النقود كالنقود الورقية أو بالفضة، فإنه يجوز التفاضل، أن يكون وزن الفضة أكثر من وزن الذهب، وأن يكون عدد نقود الورق أكثر من عدد نقود الذهب. التفاضل يجوز إذا اختلف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما البيع بالغائب، بيع ذهب بنقود غائبة، هذا محرم وربا، سواء كان مقسطا أو غير مقسط، لا بد من التقابض في المجلس. نعم، جزاكم الله خيرا. ألاحظ أنه يسأل عن ربا النسيئة، شيخ صالح جزاكم الله خيرا، يسأل عن هذا الربا وما نوعه وعن كيفية التعامل به. ربا النسيئة هو ربا التأجيل. كان يبيع النقود بالنقود مؤجلة، يبيع 100 دولار أمريكي ب1000 ريال سعودي مؤجلة مثلا، هذا ربا النسيئة، لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض وإن اختلف جنسها، فلا بد من التقابض في المجلس. ولا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع غائبا منها بناجز. نعم.